خلوني أبدلكم بصور حابة أشاركها معاكم، اللي هي الصور بتمثل بالنسبة لي ذكريات جميلة، ودايما لما أتذكرها بتمدني بالقوة. ذكريات أول مرة أقع فيها، ذكريات لما يجوا يصوروني وأول صورة أخذها كنت بكشر الكاميرا لأنه أنا خايفة منها، بالإضافة لأنه أنا كان من أنا صغيرة عندي حلم كنت عايزة أحققه. الحلم ده ما عشان بس بينادوني بلقبه، ولا عشان يا أمي ولا خالتي بتقول لي يا دكتورة، الحلم ده عشان أنا كنت مقتنعة إنه أنا عايزة أبقى دكتورة. فبقيت دكتورة. الصورة دي كانت في آخر امتحاني في كلية الطب، ودي برضو في نفس اليوم حتى ظاهر علي ملامح التعب والسهر، ودي دفعتي وأنا البكوري هناك هذيك، ودي لما مشينا الإقامة الريفية تبع الجامعة، ودي يوم تسليم البحث حقي، ودي يوم الزفة حق تخريجنا برضو الزفة. نجي للنقطة المهمة شديد، في زول دايما بيكون واقف معانا، ولكل بداية لازم يكون لها أساس. فالأساس هو الزول اللي بيديك الأمان، وبتكون لك بيت بتاع أمان حقك أنت. فكانت البيت حق أماني هي أمي، وزي كل زول هنا بيكون شايف أمه هي بيت الأمان حقه. فبوصل لها تحية. كمان ما ننسى الدعم حق والسند، اللي هو الأخ، الأب، الصديق، الرجل، الدائما بيكون واقف معانا وداعمنا. فبرضو تحية لأبوي من هنا. صورة التخريج الرسمية. دكتورة شاهدني المرض. طيب لما جيت داخل الجامعة كنت من الأول أنا محددة رغبتي إنه أنا عايزة أكون دكتورة وأدخل كلية الطب. الحكاية دي بدت كيف؟ تعالنا نشوف الحكاية بدت كيف. زي ما قلت لكم من أنا صغيرة محددة الهدف بتاعي وبقاتل في الحلم ده عشان أصل له، صح؟ فكنت بشتغل عليه طول الوقت ابتداء من مرحلة الثانوي والأساس، وخاصة مرحلة الثانوي اشتغلت عليها شديد لأنه معروف إنه لازم أجيب كم 90 عشان أخش الكلية اللي أنا راغبة اللي هي كلية الطب، فاجتهدت في النقطة دي شديد. الحمد لله كنت من المتفوقين في المرحلتين بتاعت الأساس والثانوي، وجبت النسبة اللي بتدخلني الكلية اللي أنا حاباها. الحتة دي أنا ملاحظة إنه هي بتكون نقطة بتاع التحول لناس كتير فينا. امتحان الشهادة السودانية اللي هو بيكون ممكن الزول يكون دخل الرغبة اللي هو حابيها لكن ما دخل الكلية الجامعة اللي هو حابيها، أو دخل الجامعة اللي هو حابيها لكن ما دخل الكلية اللي هو حابيها. فالحاجة دي أنا عايزاها ما تكيف لكم كحاجز، مهما ودتك الظروف ومهما كتب لك الله سبحانه وتعالى، أنت تكون مؤمن بنفسك وتقاتل عشان تصل لحلمك. لما جيت داخل الجامعة كان قدامي تحدي كبير إنه أنا ما عايزة أكون طبيبة بس، ما عايزة أمر بالخمس سنين أجيب باص ولا أباص زي ما بقولوا وأبقى مارقة، أنا عايزة أكون طبيبة مبدعة. طيب بقيت قاعدة مع نفسي وبقول كيف أكون طبيبة مبدعة؟ اكتشفت الحاجة دي إنه أنا مفروض أوفق بين الجانب الأكاديمي والجانب بتاع العمل التطوعي، او بيسموهم بالاكسترا كاريكولر اكتيفيتيز. طيب لما مسكت الجانب الاكاديمي
شفت في سنة أولى مشيت حبة 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 لقيت إنه درجاتي كويسة. بعد ذاك قبل ما أخش الجامعة كان سمعت بديت أفتش عن المنظمات التطوعية اللي أنا بقدر ممكن أشتغل فيها. فقمت عرفت منظمة اسمها ميدسين سودان اللي هي تابعة هي الجمعية العمومية لروابط كليات الطب في السودان، وبرضو وهي منتمية للآي إف إم إس إيه اللي هي الجمعية العمومية لروابط كليات الطب في العالم. وفجأة لقيت روحي إنه أنا فيها 6 مكاتب، إنه المكتب المهم بالنسبة لي هو المكتب حق التعليم الطبي اللي هو بيهتم بتطوير مهارات طالب الطب. اكتشفتها وبديت أشتغل عليها وانضميت لها كعضو، وبيجاي شغالة في الجانب الأكاديمي. فكنت أنا أثناء ما شغالة كنت في بالي في حاجة، إنه طالب الطب أو عموماً اللي بيجيب أعلى درجة في الدفعة أو بيجيب أعلى معدل في الدفعة بيفتكروا دائماً الناس هو شنو قاعد في زاوية كده وماسك الكتاب 24 ساعة وما شغال بالناس وهكذا. فأنا كنت قلت ليه أنا ما أثبت حاجة عكس المجتمع، إنه الزول الحفار أو القراي ما حفار بس وكائن بائس، الحفار كائن عادي وفرفوش. فبقيت في التحدي ده مع نفسي إنه كيف أوصل الحاجات دي مع بعض. كمان في جانب تاني مهم خاصة عندنا إحنا كسودانيين اللي هو الجانب الاجتماعي، صح ولا لا؟ فبيشكل لنا دور مهم جدا في حياتنا، مفروض ما أقصر من مناسبات العيلة وكده. فبيجي خلت في بالي إنه أنا لازم أوفق بين الحاجات دي كلها. قلنا شنو؟ الحفارة والقراي كائن فرفوش، فرفوشة ولا ما فرفوشة؟ تمام. دي الصورة لي مع العميدة بتاعت الكلية وقسم الجراحة، تكريم كان لي حس قبل شهرين تقريبا. بديت أشتغل، مسكت في المنظمة عضو في الأول، بعد شوية مسكت فيها المنسق القومي، المنسق المحلي ليها في الجامعة، ودي كانت من الورش اللي احنا بنعملها اللي بتنمي المهارات بتاع طالب الطب، وفي نفس الوقت بتهتم بالمناهج بتاع تعليم الطب في الجامعة. هنا بعد سنة قلت أوكي أنا نجحت في الحاجة دي. لما جيت مسكت المكتب في الفترة قبل السنة القبلية كان المكتب الأعضاء فيه صفر، لما جيت مارقة ضميت 68 عضو للمكتب. فقمت قلت ليه طيب أنا أوقف الحاجة دي ما أشتغل عليها أكتر؟ لقيت روحي إنه أنا ماشي أكتر، فمسكت المنصب حق المنسق المساعد العام المنسق القومي لمكتب التعليم الطبي في السودان، يعني بضم كل جامعات السودان. اكتشفت حاجة فيني في المنظمة دي، إنه أنا زول بحب أقدم وبحب أشرح وبحب أعمل حاجات كتيرة وأتكلم مع الناس. قلت الحاجة دي أنا ليه ما أوظفها بطريقة صحيحة؟ في جانب حق الجمعية بيهتم بإنك تبقى مدرب عالمي بسموه الـ IFMSA Trainer، الحاجة دي أنا ما وصلت لها بسهولة بصراحة. في ناس كتار كانوا في سنة أولى وتانية بقوا مدربين، أنا كان كل ما إجوا يعملوا الورشة دي هي ورشة عالمية، فأنا بضطر أسافر. فلما إجوا يعملوا الورشة دي أنا دايماً بيكون عندي امتحان. هنا ده شنو بيجي الحتة بتاعت التوفيق بين إنه الأكاديميات ولا الإكسترا كاريكولار أكتيفيتيز. فقلت بمشي مع الأكاديميات، بيكون عندي امتحان فما بقدر أمشي، لكن كنت بعافر إنه أنا لازم أصل وأحقق حلمي ده. فحققته في سنة رابعة وكنت خلاص أنا مارقة من الجامعة، لكن في النهاية أنا وصلت له. فبالنسبة لي ده أهم شيء. دي هنا الصورة مشهورة إنك أنت لما تبقى مدرب عالمي بتدي الناس مهارات بتاع إدارة وقت، إدارة مشاريع، فن التحنيك اللي هو بسموه advocacy and lobbying، كلها بتدرسها اليوم. دي هنا المؤتمرات كمان بالإضافة لفي مؤتمرات كنت فيها
بحضر. ده أول مؤتمر لي كان حضرته. السنة اللي بعديها بجيت منسقة من الناس المؤتمر ديل، زي ناس تيدكس أورجنايزرز ديل، أنا كنت زيهم برضو. شايفني في الصورة دي ارفع يده. أوكي تمام، ما في زول شايفني. الناس ديل كلهم أنا كسبتهم في مؤتمر واحد بس، كمان فتحت لي آفاق تانية إنه أنا تعرفت على كل الناس ديل وعملت كونكشن وارتباط مع كل الناس، مع كل كليات الطب والطلاب بتاعينا في كل السودان، حتى وصلت للعالم. فتحت لي آفاق تانية المنظمة. اليوم ده أنا كنت تاني يوم ممتحنة امتحان حق طوارئ. قالوا لي يا تقوى جايينك، عايزينك نستضيفك في القناة السودانية عشان المؤتمر، لأنه كنا نظمناه بطريقة كويسة والحمد لله. فكنت بين إنه ها أمشي ولا الامتحان كده، قلت حغامر المرة دي، حغامر. ومشيت طلعت في التلفزيون، وحاجة ما كنت بحلم بها، أنا كنت في سنة ثالثة لما طلعت في التلفزيون، وكان عمري تقريبا 19 سنة. مشيت الإذاعة ومشيت التلفزيون ودخلت، كنت في بالي الامتحان امتحان، لكن عدى الحمد لله، جبت أعلى درجة في الامتحان ثاني يوم. فتحت لي أفق أعلى 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 أعلى، وصلت للعالمية. منظمة جديدة، من الناس اللي قابلتهم في المنظمة دي هو أسس المنظمة دي هنا في السودان، جابها من برا السودان، فأنا كنت متعاونة معه. هي أول منظمة تتعامل هنا في السودان وفي كل أفريقيا، اسمها International Youth Society، بتحت المنظمة الشباب الدولية، تهتم بتوعية الناس about أهداف التنمية المستدامة اللي هي SDGs، فأحس شغالين عليها. وده الشغل اللي أنا اكتشفته بعد ما أتخرج. فشوفوا الحاجات اللي أنا مشيت فيها للآن بقيت ماشية فيها. نجي لحاجة مهمة شديد، أنا بحب أرسم من أنا صغيرة. بعد ده كله كنت برجع البيت، ولو في رسمة في راسي من الصباح بتكون مدورة بجي برسمها، وما كنت بخلي موهبتي إنه هي عايزة، ما خليها تندثر. فدي واحدة من الرسمات اللي بحبها شديد. نجي للناس اللي بيدعمونا دايما وبكونوا واقفين معانا دايما، اللي هو عيلتنا. برضو ما عايزين نقصر معاهم، وانا زول اخر العنقود وبيت واحدة، فلازم امشي زي ما بقولوا ادي الواجب. كنت بمشي الاعراس حقت الناس، وامشي اتراحهم، بزور صديقاتي، وعايشة حياتي الاجتماعية دي كلها بصورة طبيعية. شايفين الصورة دي؟ الصورة دي كانت في سنة 2016، حتى مكتوب على تيدكس أم درمان، صح؟ كنت جاية لتيدكس أم درمان أول مرة أحضر تيدكس أم درمان، بحضر في يوتيوب، لكن ما شفت لايف تيدكس. أنا وصحبتي مشينا، اكتشفت إنه معظم الناس اللي بيقدموا في تيدكس هم أصحاب حقين بيزنس، تكنولوجي، ساينس، whatever. ما في ولا دكتور ما طلع على منصة تيدكس في السودان وقدم. فبقى في بالي في سؤال، ليه ما في دكتور هنا في تيدكس؟ ليه؟ فقلت لصاحبتي أنا في يوم من الأيام حاجة أقيف في منصة تيدكس وحتحدث، والليلة أنا واقفة قدام. هقول سؤال وعايز أقول لكم، أي زول السؤال ده بيتبادر في ذهنه يقول لي، من فيكم اللي بيسأل روحه هسه وبقول تقوى كيف قدرت تعمل الحاجات دي كلها؟ اللي في باله سؤال ده هسه وحاليا ارفع يده. تمام، كويس شديد. طيب تعالنا نشوف كيف قدرت تعمل الحاجات دي. في ثلاث حاجات أنا مؤمنة بها، إنك أو هي سماها الـ 3 principles، ثلاثة مبادئ لازم تعملها عشان تكون سر نجاحك. أول واحد اللي هو الموتيفيشن and الامبيشن. If you think big, believe big, act big, when the result will be big. فأنت لازم يكون عندك دافع، تحدد الدافع بتاعك. ممكن يكون بسيط جدا، اللي هو نفسك، أنت عايز تصل لنقطة معينة في حياتك،
وممكن يكون أبسط وأجمل بكتير، اللي هو أمك وأبوك، تمام؟ عايز تفرحهم، بالإضافة لأنه لازم يكون عندك طموح. كل ما عليت طموحك، كل ما وصلت لحاجة أجمل وأجمل واكتشفت حاجة أجمل وأجمل. فأول حاجة لازم تكتشف في نفسك شنو الدافع حقك وشنو طموحك. الحاجة المهمة، والأنا بقول إنه هي السر نجاح أي حاجة وخاصة سر نجاحي، اللي هي إدارة الوقت أو التايم مانجمنت. حوريكم كيف كنت بعمل تايم مانجمنت في حياتي. في حاجة بيسموها، اخترعوها البريطانيين والأمريكان، اسمه Priority Matrix، اللي هو الجدول بتاع الأولويات. أنت مفروض ترتب أولوياتك. أنا عرفته من خلال اطلاعي لحاجات كثيرة، قلت خلاص أطبقه في حياتي. الحاجة اللي بشوفها أنه مهمة أنا أعملها الليلة وأقوم بعملها، الحاجة اللي بشوفها أنه أنا ممكن أأجلها ليوم تاني وما محتاج أعملها الليلة بعملها اليوم التاني، الحاجة اللي بشوف أنه أنا ما محتاج أعملها حسا ممكن أجل الأسبوع الجاي بأجل الأسبوع الجاي، والحاجة اللي ما حاسة روحي أنه أنا عايز أعملها حسا ما بعملها حسا. فالحاجة دي كنت بطبقها على مدار اليوم، على مدار الأسبوع، على مدار الشهر، وحتى على مدار السنة. فبخدتها وبطبقها برضو في الحتة بتاعت قرايتي، إنه في الأسبوع مفروض أقرأ شنو ما أقرأ شنو، أمشي ياتو مؤتمر ما أمشي ياتو مؤتمر، بالأولويات بتترتب كل شيء. الحاجة الثالثة والأخيرة، إنك أنت لازم تعرف your strengths and weakness، يعني لازم تعرف نقاط القوة والضعف حقك. نقاط القوة بتبرزها للناس وبتستخدمها بصورة كويسة. نقاط الضعف حقتك بتكون عارفة بينك وبين نفسك، لكن داسيها على الناس عشان بعد شوية تبقيها نقاط قوة وترفعها وتظهرها للناس وتستخدمها بصورة كويسة. عايز أقول لكم حاجة، إنه أنتوا لازم تكونوا مقتنعين you can and you will. أنتوا بتقدروا وبتقدروا تعملوا أي حاجة مهما كانت الظروف، مهما كانت الظروف اللي حواليكم، ما متوفر لكم كهرباء، ما متوفر لكم البيئة المناسبة، أي حاجة ظروف لاقتك عائق، مشيت الجامعة ما كانت كويسة معاك، أي حاجة أنت شايفة إنه أصدقائك ما مريحين لك، كلهم ناس مثلاً بيدوك نيجاتيف إنرجي، الناس ديل كلهم ما تشتغل بهم. صدق نفسك أنت عايز تعمل شنو وخليك متابع نفسك، وحتقدر وحتصل لحلمك مهما كانت الحواجز. وفي حاجة مؤمنة بها شديد وبحبها شديد ودايما معاي في أي حتة، في أي كتاب بقراه، في أي رسمة برسومة، في أي حاجة، في أي بوست بنزله في الفيسبوك، إنه أنا I believe in the power of lady. فأنا مقتنعة بالحاجة دي شديد، حتى لو سأل لي لو معاي. Thank you Blackcraft. الحاجة النهائية واللي عايز أختم بيها، بوست كتبته يوم تخريجي ومن أجمل البوستات اللي أنا كتبتها وبحبها شديد، إنك work hard and until you can keep the light. The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Always believe in yourself. Put your goals, organize your priorities, and don't forget to work hard. You are on your own and you know what you want, and you are only one who will decide whether to go. By doing these things, you will be number one. And always remember, difficult routes often lead to beautiful destination, the end of long journey and beginning of the new one. Thank you. فدايما خليك مصدق في احلامك اللي حتصليها واشتغل عليها، رتب اولوياتك، خد اهدافك وحتصل باذن الله. شكرا لكم.